غياب الدولة عن الإنتاج، هل مخرج بقامة وقيمة أستاذ محمد فاضل وجيل عظيم زيه يجلس في منتظر دور الدولة في دعم الإنتاج؟ لماذا؟ لا أنا ما هي الدولة مش مهتمة، مش عارفة أهمية الثقافة ولا الفنون، حتى الكلام الأخراني اللي كان في مؤتمر الشباب الأخراني برضو أنا مش مصدقه. يعني هو ده حكم الطبيعة نفسه، طبعا بتتجدد دايما بيجي بقى أمواج جديدة وأجيال جديدة، فده شيء طبيعي ده أنه يحصل. يعني عادة الناس بقى اللي بيبقوا أكبر سنا بتبقى حركتهم بطيئة شوية في الإنتاج، طبعا ما بتنعدمش. وأنا عايز أقول أن في السينما العالمية في 4-5 مخرجين تجاوزوا 70 سنة ووصلوا يمكن للثمانينات وما زال إنتاجهم كبير، بس الأغلب الأعم هو الشباب يعني. فطبعا دي حاجة طبيعية. دولة لابد، ما فيش دولة في العالم ما لهاش دور في السينما، عشان تبقى عارف يعني. حتى أنا عاوز أقول لك مثلا أمريكا أكبر دولة في العالم رأسمالية، بترصد في وزارة الدفاع الأمريكية بترصد ميزانية للأفلام الحربية اللي بتعبر عن السياسة الأمريكية، ترصد ميزانية ضخمة على فكرة غير المعدات، يعني مساعدات مالية ومساعدات عينية. وفرنسا فيها، وكل الدول مش بعيدة عن الدولة الحقيقة رفع ايدها دلوقتي تماما عن السينما وكده، لكنه يمكن هي شايفه انه مش من الاولويات دلوقتي ان ده يبقى موجود. بس انا وجهه نظري لا، ده اولويه مهمه جدا، لانه ده زي ما سمعنا في كلمات كتير ان السينما قد ايه مهمه وقد ايه هي بتعبر عن حياه الناس، وشيء الناس بتحبه كمان، وممكن بيأرخ للمراحل. فلابد ان الدوله خاصة الأحداث المهمة في تاريخ هذه البلد لابد الدولة تشارك فيها. إهمال الدولة لقيمة الفن ودور المجتمع اللي ممكن يعمله، زائد إهمال الفنانين أنفسهم. يعني أنت عندك أداة بيطلق عليها القوى الناعمة، بتقدر تتسلل في وجدان الشعوب وتبني ثقافاتهم وفكرهم، وما بتستخدمهاش الاستخدام الأمثل. بتمنى أن احنا ننتبه لده وتبتدي الدولة تعي هذا الدور اللي ممكن يلعبه الفن، وتساهم في دعم الفنانين الجيدين اللي عايزين يعملوا مواضيع تخدم بلدهم.